يقول السائل: أجد في بعض المكتبات كتبا لبعض المعاصرين، بعضهم ينكر كثيرا من المعلوم من الدين بالضرورة، فينكر عذاب القبر والبناء على القبور والآخرة، وبعضها فيه سب للصحابة. سؤاله: ما نصيحتكم حفظكم الله لأصحاب هذه المكتبات، وما هو دوري أنا إذا وجدت مثل هذه الكتب؟ دورك أنت أن تأخذ منها نسخا من كل كتاب النسخة وتأتي به لدار الإفتاء، تكتب معه خطاب لسماحة المفتي إن هذا في المكتبة الفلانية، هذه الكتب تباع في المكتبة الفلانية، وجزاك الله خيرا. نعم.